السلام عليكم، في دار جديد مع كازاكو.com. في الدرس اليوم نشوف عمليات الجداء او ما يسمى بعمليات الضرب. اذا احنا كاملين كنعرفوا عمليات الجمع، شناها في الفيديوهات السابقه، او علم عمليات الطرح حتى هي شناها. كنفكركم كنديروا شويه واحد التذكير صغير على عمليات الجمع. على سبيل المثال بغيت نقول لكم ديروا لي 4 زائد 5، كديروا لي خشيبات، كنشدوا واحد السطير ياكم بحال هكذا، وكناخذوا فيه خشيبات كنحطوها في السطير. كنحط في الاول 4 ديالي، 1 2 3 4، وكنزيد عليها 5 خشيبات اخرين، وانا كنحسب 5 6 7 8 9. اذا 4 زائد 5 هي 9. نفس الشيء بالنسبه للطرح، تعلمنا كيفاش نحسبوا الطرح. على سبيل المثال 4 ناقص 1 هي 3. اليوم نشوفوا كيفاش نديروا عمليه الجداء. اذا شنو هو عمليه الجداء؟ شدوا واحد المثال بسيط اللي هو 2 في 3. هاد العمليه ديال الكروه، هاد العمليه بحال هكذا كنسميوها في، وكتعني ليا عمليه الجداء، عمليه الضرب اللي بغينا نسميوها عمليه الضرب حتى هي. اذا الجداء، وفي هذا المثال انا نعلمكم كيفاش تحسبوا ليا الضرب ديال 2 مع 3، الجداء ديال 2 مع 3. اذا شنو هو المبدا؟ المبدا هو تشدوا ليا 3 وتعودوها ليا مرتين. اذا نشدوا 3 ياكم تعودوا ليا مرتين، هي ديك جوج مرات في 3، جوج ديال 3 اوات، فهمتوني؟ جوج 3 هي جوج ديال 3 اوات، وكنحسبوا كنلقاوها هي 6. طريقه اخرى باش نتخيلوها هي نشدوا 2 ونحطوها 3 مرات، يعني 3 ديال جوجات، جوج زائد جوج زائد زوج هي 6. اذا هادو هما عمليات الجداء. واش ما ساهلش؟ يلا دابا نديرو مثال اخر باش نعطيكم فرصه تمارسوا. اذا مثال 2 هو 4 في 3. نفس المبدا، 4 في 3 كنتخيلها بحال 4 ديال 3 اوات، كنشد 3 كنعاودها 4 مرات، 4 ديال 3 اوات، 3 المره الاولى، المره الثانيه، المره الثالثه، المره الرابعه، فاش كنحسب كنلقى هي 12. طريقة ثانية باش نتخيلها كيف ما قلت لكم قبيلاتي، اذا هي 3 مرات 4، 3 ديال 4 اوات، 3 ديال 4 اوات، 3 مرات 4. اذا هندير 4 زائد 4 زائد 4 اللي هي 12. اذا في هذا المثال الثالث نشوفوا الأهمية ديال عملية الضرب في الحياة اليومية. كنفترضوا ان عندنا واحد العدد ديال النقاطي، ما نقولش لكم شحال، حيت قلت لكم شحال نعطيكم نعطيكم مسبقا النتيجة النهائية اللي بغينا نحسبوها. ياكم عندنا عدد ديال النقاطي، وبغيت نقول لكم شحال عندي من نقطة في هذا الشكل هذا. اذا مبدئيا نتوما تبداو ليا بعملية الجمع، شدوا لي النقطة الأولى زائد الثانية، 3 4 5، يلا 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12. إذا دابا عرفنا شحال كاين من نقطة بعملية الجمع. زدنا 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1 حتى لقينا في الأخير عملية 12، لقينا عدد 12. كنلاحظوا بأن عملية الجمع ثقيلة شوية، خدات لينا شوية الوقت باش نلقاو 12. اذا كاين واحد الطريقه الثانيه اللي هي بسيطه، اللي كتسمى لي عمليه الضرب، عمليه الجداء. اذا شنو هي الطريقه الثانيه؟ كنشد السطر الاول، كنلاحظ بان فيه 4 ديال النقط ياك، والسطر الاول كيتعاود 3 مرات، يعني هذيك 4 زائد 4 زائد 4. طريقه اخرى 4 في 3 او 3 في 4، فهمتوني؟ 3 في 4، 3 في 4، 4 في 3 هي 12. نقدروا نتخيلوا ايضا طريقه اخرى، فاش نشدوا السطوره نشدوا العمود الاول، كنلاحظوا بان العمود الاول كيتعاود 4 مرات، المره الثانيه، المره الثالثه، والمره الرابعه. اذا 4 مرات 3 اللي هي 12 مره اخرى، 3 في 4، 4 في 3 هي 12. متفقين؟ يلا باش نساليو هاد لا فيديو هادي، غنشوفوا عملية الضرب مع العدد واحد ومع العدد صفر. نبداو بعملية مع العدد واحد. إلا قلت لكم 3 في 1 أشنا هي؟ دونك الطريقة الأولى تخيلوها بها هي تشدو ليا واحد وتعاودوه 3 مرات،
يعني واحد زائد واحد زائد واحد. الطريقة الثانية تخيلوها بها يشدوا ثلاثة وتحطوها مرة واحدة، يعني مرة واحدة ثلاثة، إذن حطتوا لي ثلاثة نيشان. وبصفة عامة أي عدد، أي عدد كيفما بغى يكون كتضربه في واحد دائما تبقى لي هو نفسه. مثال 2,250,000 نضربوها في واحد، شنو هي النتيجة؟ خليكم نتوما تقولوها لي. يلا شنو هي النتيجة ديال 2,250,000 في العدد الواحد؟ إذا كيف ما قلت لكم راه هي نفسه، يعني 2,250,000، حيت أي عدد كتضربه في واحد كيتعاود مرة واحدة وساهل مال. متفقين؟ يلا أمثلة أخرى باش تولفوا باش تمارسوا. 19 في واحد هي 19، يكون مرة واحدة 19، يعني 19 حطوا نيشان. مثال آخر 31 في واحد هي 31، إتسيتيرا إتسيتيرا. إذن باش نختموا الدرس ديالنا نشوفوا الجداء في العدد صفر. إذن قلت لكم 12 في 0، 12 في 0 يعني شنو هو؟ هي صفر مرة العدد 12، يعني حتى شي مرة العدد 12. إذا كتبتو مرة واحدة راه ديجا راه خطأ، حيت ما خصني نكتبو حتى شي مرة. إذا كان بحال 12 اللي كتبت وكنزولها وكنحط واحد الزيرو كبيرة، هي النتيجة ديال 12 في صفر، ما كنعاود 12 حتى شي مرة. هادو المفهوم ديالها. مثال آخر 31 في صفر هي صفر. وبصفة عامة أي عدد خديتوه وضربتوه في صفر تبقى ليا دائما صفر. إذا كنتمنى أن هذا الدرس نال إعجاب ساكم، ونشوفكم في حلقة قادمة من عملية الجداء في موقعكم المفضل كتاكو.com. شكرا جزيلا وإلى اللقاء، كان معكم يوسف.